كان جيش مسيلمة الكذاب يتكون من أكثر من 10,000 شخص فعليا هم مجموع بني حنيفة، وكان الواحد منهم يقول أشهد إن محمدا صادق وأن مسيلمة كذاب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. وهذا يدل على أنها كانت مجرد دعوة فعليا قبلية. فكان مسيلمة الكذاب في هذه المرحلة له حصن قوي شديد منيع في منطقة اليمامة، فاصطف الجيشان في هذه المعركة استعدادا لها، وكان خالد رضي الله عنه وأرضاه على رأس الجيش المسلم، ومسيلمة في جنده لا يبرز بنفسه للقتال. وبدأ التحضير للمعركة الطاحنة في ذلك اليوم، ما إن حان الصباح حتى أعلن خالد رضي الله عنه التعبئة العامة، وبدأ اصطدام الجيشين. كان اصطداما عنيفا، وبدأ المسلمون يتساقطون واحدا تلو الآخر، يستشهد الواحد منهم هنا وهناك، واستحر القتل في المسلمين. فكان منهم صناديد من كبار الصحابة، منهم مثلا زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشهد في تلك المعركة، ومنهم على سبيل المثال أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، ابن عتبة ابن ربيعة وأخو هند بنت عتبة المشهورة المعروفة، كان يقاتل فاستشهد في تلك المعركة، واستشهد معه حبيبه وصاحبه سالم مولى أبي حذيفة. فسالم رضي الله عنه وأرضاه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعم حامل القرآن سالم، استشهد في تلك المعركة، وكانت مقتلة عظيمة استشهد فيها إضافة إلى هؤلاء عدد كبير جدا خاصة من حملة القرآن. واشتد الأمر على المسلمين، فخالد رضي الله عنه عندما رأى ذلك اضطر أن يرجع بالمسلمين، يتراجع بهم، ثم أمر بإعادة تشكيل الجيش الإسلامي. فقسم جيش المسلمين فعليا إلى كراديس مجموعات، وكل مجموعة تتبع فعليا إلى واحدة من القبائل. وهذا الأمر كان هدفه بالدرجة الأولى تحميس الناس بالاستعانة بما يعرفونه حقيقة من القبلية. ولذلك كان الواحد منهم إذا أراد أن يفر يستحي فيقول قبيلتي وعائلتي فماذا يقولون عنا؟ هذا الأمر جعل المسلمين يثبتون في ميدان المعركة. فما إن حان اليوم التالي حتى بدأت المعركة أشد وأعنف من اليوم الأول، وتكسرت قوات المشركين في ذلك الوقت تحت ضربات المسلمين، ولكن كل المحاولات للوصول إلى قلب الجيش وهو مسيلمة الكذاب كانت قد باءت بالفشل. مع الضرب وكثرة الضرب بدأت قواتهم تتراجع، أقصد قوات مسيلمة بدأت تتراجع أكثر وأكثر، حتى كادت المسلمون أن يقضوا على مسيلمة الكذاب، لكن مسيلمة كان مجرما ماكرا، فانسحب مع من معه من الجند إلى داخل حصن لهم خاص به، في حديقة كبيرة جدا وحصن ضخم جدا، فانسحب وأغلق على نفسه أبواب الحصن.